عشرات الوفيات ومئات المصابين بإنفلونزا الخنازير، إلى متى ستظل قائمة الأوبئة مفتوحة أمام اليمنيين؟ كيف تتعامل السلطات والمنظمات الصحية الدولية مع كل وباء يجتاح البلاد؟ أهلا بكم. لا ينفك اليمنيون يفلتون من قبضة وباء لتتلقفهم قبضة وباء أخرى، فمن جائحة الكوليرا ثم الدفتيريا وحمى الضنك إلى الإنفلونزا الموسمية مؤخرا، يتنقل اليمنيون حاملين معاناتهم دون دواء يخرجهم من دائرة الخطر أو لقاحات أولية تجنبهم الوقوع ضحايا لهذه الأوبئة. فيما تتعامل السلطات الصحية المتمثلة بوزارتي الصحة في الحكومة الشرعية وحكومة الحوثي الانقلابية مع هذه الأوبئة بإهمال كبير لترتفع قائمة ضحاياها يوما بعد آخر. أما المنظمات الصحية العالمية العاملة في اليمن فتقف أمام هذه الأوبئة غير مكترثة بخطورتها كما يبدو لكثيرين، مرجعة ذلك إلى نقص التمويل. كلما طالت سنين الحرب في اليمن طالت معها قائمة الأوبئة، ما بين الكوليرا والدفتيريا وحمى الضنك وأخيراً إنفلونزا الخنازير، يتنقل اليمنيون بلا دواء ولا إغاثات دولية، مأساة واحدة تتعدد وتتغير فصولها كل مرة، فيما يقف صانع هذه المأساة لا يفعل شيئاً غير مصادرة اللقاحات التي تقدمها بعض الجهات. تقول الإحصائية الأخيرة التي نشرها مسؤولو ميليشيا الحوثي إن عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير تجاوز 1600 حالة اشتباه، فيما تجاوز عدد الوفيات جراءها العشرات، توزع ضحاياها على صنعاء وتعز ومدن أخرى. ويلقي متابعون للشأن اليمني بالمسؤولية على حكومة الإنقلاب بالتكتم على الأرقام الحقيقية والتقليل من خطورة الوضع الصحي، مؤكدين بأن الأرقام الفعلية لعدد الإصابات تجاوز ما يتم تداوله، وأمام ارتفاع عدد الحالات المصابة والمشتبه بها تكتظ المستشفيات الحكومية في صنعاء بالمرضى، حيث لم يعد تحت سقوفها أسرة شاغرة لاستقبال حالات أخرى، فيما تغلق المستشفيات الخاصة أبوابها أمام استقبال هذه الحالات لعدم توفر اللقاحات اللازمة، وإن توفرت فإنها تباع بمبالغ مرتفعة. وفيما يموت المواطنون بالعشرات يوميا تواجه السلطات الصحية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء الأمر بالصمت والإهمال، وكأنه لا يعنيها من أمر اليمنيين سوى الجبايات التي تبتكر كل يوم طريقة جديدة لانتزاعها من جيوبهم. المنظمات الأممية التي تظل طوال العام تتحدث عن احتياجاتها المالية في اللحظات التي يحتاجها اليمنيون تصبح خارج الخدمة أو غير قادرة على فعل شيء لأجلهم، ويبدأ الحديث مجدداً عن نقص التمويل. وبين إهمال الميليشيا وعدم فاعلية المنظمات الأممية يقف المواطنون في انتظار نهاية لهذه الدورة من الأوبئة التي لا تكاد تنتهي إلا لتبدأ من جديد. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها من صنعاء عبر الأقمار الصناعية. من هناك دكتور وليد الثجيري، طبيب المختص في الترصد الوبائي. إذا أرحب بك دكتور الثجيري، أهلا وسهلا. السلام عليكم ومساء الخير لكم جميعا. حياكم الله دكتور. دعنا في البداية لندخل في البداية في إعطاء معلومات حول ما هي صورة جائحة إنفلونزا الخنازير في صنعاء هذه الأيام. نعم أخي الكريم، بالنسبة لعدوى إنفلونزا الموسمية الذي نسميها الـ H1N1، والتي كانت قديما تدعى بإنفلونزا الخنازير التي كانت مسؤولة عن جائحة 2009، وفيما بعد تبين أن مصدرها ليس من الخنازير، ولذلك تعد التسمية خاطئة، وإنما التسمية الصحيحة هي الإنفلونزا الموسمية. المسبب لها فيروس الـ H1N1 من النوع A. في الحقيقة هذه تعتبر ليست الجائحة الأولى التي ممكن أن تجتاح البلد، ولا يمكن أن نعدها جائحة حتى الآن كونها ما زالت محصورة في البلد الواحد الذي هو اليمن. الإصابات ليست محسوبة لـ 2019 فقط، الإصابات محسوبة من 2017، 2018، 2019. الجديد الحادث هو أنه ازدياد عدد الوفيات في 2019، مما
كان يستدعي إطلاق حارة الطوارئ في وقت مبكر، كون عدد الوفيات ازدادت عن 7 حالات، بل إنها وصلت من أوائل يناير حتى ديسمبر إلى 220 حالة. نعم، طيب، يعني في سياق الحديث عن الأرقام والإحصائيات، هناك الكثير من الجدل في هذا السياق. ما هو، طيب، يعني في السياق العام، ما هو سبب انتشار هذه الحميات بين فترة وأخرى؟ يعني الحديث فترة عن حمى الضنك، حديث في فترة أخرى الإنفلونزا الموسمية إلى آخره، ما هو السبب؟ في الحقيقة ليس هناك سبب واضح جدا، وليس هناك دراسة لا من قبل وزارة الصحة ولا من منظمات العاملة في المجال الإنساني والصحي حول سبب تفشي أنواع جديدة من الفيروسات وأمراض قاتلة كانت معروفة قديما ونشطت في الفترة الأخيرة في اليمن. ليس هناك حتى فرضية أسباب من خلالها يمكن أن نثبت أو ننفي هذه الفرضية من خلال البحث والتدقيق، لكن نقول أن الأوضاع التي تعيشها البلد من حرب سببت بشكل غير مباشر في ظهور هذه الأنواع من الفيروسات والأمراض والعدوى وانتشار الأوبئة داخل البلد الواحد. تكون هذه الأسباب بشكل غير مباشر، فمن أوائل هذه الأسباب الذي انهدام البنية الصحية التحتية لمعظم محافظات الجمهورية اليمنية، تردي الأوضاع المعيشية للسواد الأعظم من الناس، الكارثة البيئية الموجودة في مدينة صنعاء وما حولها أيضا بعد من ضمن الأسباب، فتراكم الجمائم لفترات كبيرة من الزمن وانخلاطها بالأمطار الموسمية يعد أحد هذه الأسباب. كما أنفت سابقا بأن الأوضاع المعيشية أيضا ساهمت بشكل كبير في انتشار مثل هذه الأوبئة، فنلاحظ أنه نتيجة تردي الأوضاع الصحية هناك اهتمام أقل بالنظافة الشخصية والممارسات الصحية الصحيحة من قبل الكبار ومن قبل الأطفال. أيضا الاهتمام بمياه الشرب النظيفة، ستلاحظ أن انعدام مياه الشرب المأمونة والنظيفة تؤدي بالمواطن إلى أنه يذهب للبحث عن مصادر مياه غير مأمونة كونه مضطرا لذلك، فأيضا يعد ضمن أحد الأسباب. أيضا من قلة الدخل المادي يؤدي أيضا إلى أن رب الأسرة لا يهتم بجودة الأطعمة أو المشروبات التي قد يبحثها ليدخلها إلى بيته كما كان سابقا. هذا يعد أيضا من ضمن، هي ليست أسباب أخي الكريم حتى نحددها تحديدا، وإنما نقول ضمن فرضية أسباب كثيرة تندرج تحت أن الحرب تؤدي إلى هذه الأسباب بشكل غير مباشر. واجبنا نحن كجهة صحية وكوزارة الصحة وكمنظمات عاملة في المجال الصحي على الأقل أن نبني فرضية أسباب لمثل هذه الأشياء، ونكون نعمل بقسمين، قسم يعمل في بحث فرضية الأسباب وقسم يعمل على معالجة الحالات، لا أن نعمل مثل ما عملنا مع سوابق الوبائيات مثل الكوليرا والدفتيريا. كنا نعالج فقط الحالات، كنا نبدأ نفكر في التحصين للحالات المعرضة الأكثر، لكن لم يثبت أننا درسنا سبب لأي من هذه الأوبئة أو الأمراض الحاصلة. طيب برأيك ما هو السبب؟ يعني لماذا لم يحدث ذلك؟ كما قلت لك، عندما نعلن حالة الطوارئ أو تعلنها وزارة الصحة فإنها تدعو جميع منظمات المجتمع المدني وخاصة العاملة في المجال الصحي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمثل هذه الحالات واستيعاب الوضع. الاستجابة تكون عن طريق بناء المراكز والوحدات الخاصة ومراكز العزل الخاصة بهذه الأمراض، الاستجابة بتوفير الأدوية، الاستجابة بمعالجة الحالات، الاستجابة بتقليل الوفيات.
شرحت لك آنفا أنه لم يكن أي توجه من التوجهات السابقة يبحث في الأسباب أو فرضية أسباب. ثجيري، هل هناك الآن فيما يتعلق ب المستشفيات، المراكز المتخصصة، هل هي كافية لاستقبال جميع حالات الإصابة في أمانة العاصمة أم أن هناك ضغط كبير عليها؟ نعم، في الحقيقة هناك ضغط كبير جدا على المرافق الصحية والمستشفيات. فمثلا على مستوى أمانة العاصمة لا يوجد إلا وحدة ضمن مركز الحميات في المستشفى الجمهوري المخولة باستقبال هذه الحالات، وخاصة المؤكدة بالفحص المخبري الذي تأتي نتيجتها الفيروس H1N1. للقطاع العام والقطاع الصحي الخاص يستقبل مثل هذه الحالات وليس عندهم الإمكانيات الكافية. ولذلك أخي الكريم، ندعو من خلالكم إلى الاستجابة القصوى لحالة الطوارئ الحاصلة في أمانة العاصمة. فالمستشفى الجمهوري لا يستطيع أن يستقبل كل هذا الكم من الحالات. واسمح لي أن أعطيك إحصائية. فقط خلال الأربع الأسابيع الأخيرة من منتصف نوفمبر إلى أواخر ديسمبر، عدد الحالات المشتبه بها، وعندما نقول المشتبه بها فمعناها أنها دخلت في الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم، وليست نزلة البرد العادية أو الإنفلونزا المتعارف عليها سنويا بين الناس. عدد الحالات المشتبه بها في التهاب رئوي حاد وخيم وصل إلى 600 خلال 4 أسابيع فقط. حالات الوفيات وصلت إلى 46 حالة وفاة. المحافظات التي تأتي منها الحالات إلى أمانة العاصمة 13 محافظة. المديريات إذا ما حصرناها كانت 133 مديرية، أي بنسبة 35% من إجمالي مديريات الجمهورية اليمنية. المؤكدة بالفحص المزرعي والتي كانت نتيجتها الفيروس الإنفلونزا H1N1 كانت من 46 حالة 5 حالات، أي بنسبة 23%. هذا الكم أخي الكريم من المرضى الذي وصل إلى 600 في 4 أسابيع لا يستوعبه مركز واحد في مستشفى. يعني للتأكيد دكتور الثجيري، فقط مستشفى الجمهوري هو من يحتوي مركزا لمعالجة هذه الحالات. نعم، تفضل بالبقاء معنا دكتور وليد الثجيري. أرحب بمن ينضم لنا الآن من صنعاء أيضا، الإعلامي علي الحواني وهو صديق أحد ضحايا الإنفلونزا الموسمية، ينضم لنا الآن عبر الهاتف من هناك. أرحب بك سيد الحواني. إذا صديقك توفي بإنفلونزا H1N1 قبل يومين تقريبا، ما الذي حدث له؟ احكي لنا قصته. أولا السلام عليكم وعلى جميع المشاهدين أخي وجيه. الذي حصل أنه زميلنا في فترة من الفترات ألمه الكلى، فذهب إلى المستشفى الثوري، قال لي ضرب إبرة مخصصة للألم، ضرب إبرة ورجع البيت. يوم ثاني تفاقمت حالته، بدأ عنده شوية ضيق في التنفس وما إلى ذلك، أسعفوا أحد صديقه اسمه حسام، أسعفوا للمستشفى الأوروبي. طبعا المستشفى الاوروبي عندهم تعميم من الاداره حق المستشفى وبعض المستشفيات الخاصه من عدم استقبال الحالات اللي فيها التهاب في الصدر كيف كان اشكالها، بحجه انه لا يوجد هناك يعني غرف عنايه مركزه لعزل المصابين بهذا المرض. فحدث انه اتجهوا الى مستشفى يعني اقل عنايه، يمكن في المطار اسمه ون ماكس. فحصل انه بعدها بيوم ثاني توفى المريض والعرق كان فيها انفلونزا الخنازير. المستغرب في الامر انه كيف التعتيم الاعلامي بهذا الشكل الكبير؟ يعني يمكن نحن كمعارضه كوجود كاعلام صنعاء اعلام باسم عدن كلنا نوحد الصفوف فيما يخص ارواح زملائنا واحبابنا في هذا المجال، لا أن نتناكت في مثل هذا المجال. عتبي على بعض الإعلاميين والناشطين السياسيين
من أججوا قضية توجان البقيتي، وأنا لا أقف ضد حريتها الشخصية، لكن هل تساوت قضية توجان البقيتي في قضية شخصية بقضية إزهاق أرواح مثلا، مهاجمة هذا المرض الخبيث للناس؟ أصبح لا يخفى على الألم الآن، الناس تعرف أن هناك H1N1 الذي ما يسمى بإنفلونزا الخنازير. طيب يعني في هذا السياق سيد الحواني، كيف هو الوضع الآن بشكل عام حتى ننقل الصورة بشكل أكبر للسادة المشاهدين ولمن يتابع هذه الحالات، كيف هو الوضع الآن بشكل عام؟ هل هناك يعني كيف يتعامل المواطنين مع الحديث عن هذه الأوبئة بالحديث عن H1N1 وغيره؟ صديقي العزيز، يعني المواطن الآن لما يصاب بزكمة أو بنوبة برد ما يعرف هل هو المرض نفسه أم أنه المرض العادي بسبب البرد الشديد الآن اللي تمر بصنعاء، صنعاء بردها شديد ويصاب الشخص بزكمة يخاف أنها تكون H1N1. بالإضافة إلى أنه لا يوجد توعية من قبل أي جهة إعلامية، لا من وزارة الإعلام لا من وزارة الصحة سواء هنا أم هناك، يعني أعتبر على الكل. أنا لا أتكلم الآن بصفة جهة سياسية معينة، لكني أتكلم عن جميع الوسائل الإعلامية الرسمية سواء كانت هنا أم هناك. مفروض أن احنا نأخذها بمحمل الجدية. متى سنأخذها بمحمل الجدية؟ عندما يموت الآلاف بدل المئات. الآن الدكتور الذي تفضل بالمداخلة قبلي قال لك عدد الوفيات ما يقارب 130. 130 ايش؟ يعني متى انتظر انا؟ يعني انا الآن اخاف اني اصاب بنفس النوبة. اذا جاء لي زكام هل هو انفلونزا الخنازير ام هو زكمة عادية؟ هل اذهب الى المستشفى الذي يمكن انا ادخل المستشفى الجمهوري بسبب بعض الحالات؟ يعني اسمع عن بعض الحالات، يعني يدخلوا ناس يراسلوني على الخاص يقول لي يا علي اختي الان مريضه، عمتي مريضه، سالت جذور واحد من اقاربها رجعت وهي حامله للمرض H1N1 والان مردده في العنايه. يعني حتى انت تروح لمستشفى من المستشفيات تخاف انك انت تصاب بالعدوى. يعني انا كيف اوعي الناس؟ يعني حتى الان جهود يعني شخصيه تقول بعض الاعلاميين الان اللي لا ننتمي لاي جهه ولسنا الان احنا مع جهه وعاطلين عن العمل في البيوت، جالسين الان نوعي من خوف ان يصاب احد الاقارب لنا او نفقد عزيز او غالي لنا ونحن لا ندري ما السبب. هل مات H1N1 ام زكمه عاديه؟ وكلها على حسب مناعه الجسم للشخص، شخص يتقبل شخص لا. ما هي الوقايه لها؟ طيب مستشفيات ترفض على استقبال، طب اعملوا مستشفى ميداني، اعملوا اي حاجه. اين دور المنظمات؟ هل المنظمه يعني تحتاج حتى من يؤجج مثل هذا الموضوع حتى تدخل بعض المنظمات في مساله ربحنا ربح وكم حصتي في المرض هذا؟ اصبحت تحس انها متاجره بالارواح. لماذا هذا الصمت؟ واعتدي على الناشطين الذي يؤجج قضيه مثل توجان البخيتي ولا يؤجج قضيه الخنازير الذي تستهدف ارواح الناس. شكرا لك إذن الإعلامي وصديق أحد ضحايا إنفلونزا الخنازير سيد علي الحواني، كنت معنا على الهاتف من صنعاء. بالعودة إليك دكتور الثجيري، يعني في سياق الحديث عن التوعية هناك أكثر من نقطة ذكرها السيد الحواني وهي مهمة في هذا السياق. نبدأ بمسألة التوعية الصحية، يعني هناك الكثير من الناس من يقول بالفعل أن يعني تظهر عليه أعراض لإنفلونزا ما يظن أو يهلع بسبب الوضع العام بشكل عام في داخل هذه المناطق التي ينتشر فيها الوباء. في مسألة التوعية الصحية، ما هي أنت كطبيب، ما هي الإرشادات الصحية التي تود قولها للمواطنين؟ نعم، بالنسبة لي من أهم أوائل التوعية الصحية التي ممكن إيصالها للمريض أو أقاربه أو عامة الناس، وهي أولا وهو السؤال الشائع، كيف أفرق الآن أن عندي الإنفلونزا العادية الموسمية أو الآن أن عندي الإنفلونزا المسببة للوباء الحاصل الذي هي H1N1؟ من أهم العلامات التي تسببها الإنفلونزا H1N1 السعال الحاد والمبكر في أوائل المرض المصاحب لنزلة البرد والنزول المخاطي من الأنف والتهاب اللوزتين، ومن ثم لا بد أن نلاحظ على الارتفاع الشديد في الحرارة، حيث أن الإنفلونزا العادية أو نزلة البرد لا تسبب تلك الحرارة المرتفعة.
المصاحبة بصداع شديد، المصاحبة بآلام في المفاصل شديدة، المصاحبة بإعياء عام شديد، المصاحبة لضيق في التنفس ويكون من النوع المبكر وليس حتى آخر المرض. كل هذه الأعراض تنبهك على أن الذي حاصل لك ليست نزلة برد عادية، خصوصا أنك في وباء تعتبرها H1N1 حتى يثبت العكس. فإذا كان لديك أحد هذه الأعراض مع إعياء شديد عام، فعليك التوجه إلى أقرب مستشفى عام لعمل الفحوصات اللازمة وعمل الأشعة اللازمة، من ضمنها أشعة الصدر. وبهذا على الأقل تضمن أن تفرق مفارقة مبدئية بين الإنفلونزا العادية أو نزلة البرد الموسمية مع الوباء الإنفلونزا H1N1. من ضمن التوعية المفترض أن يقوم بها كل فئات المجتمع، كل فئات المؤسسات المجتمع المدني خاصة العاملة في المجال الصحي أيضا، توعية المجتمع بتقاويم بالبروشورات باللواصق اللازمة والتي توضح. طيب وقد تحدثت عن ذلك دكتور السجيري، وقد تحدثت عن ذلك، كيف يعني هل المنظمات الأممية والدولية المعنية بالصحة لها نشاط ميداني في هذه الأزمة؟ كيف تقيم دورها؟ لم نلمس أي مشاركة فعلية من قبل منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الصحي، مع أن المفترض بها كان الاستجابة للوباء في وقت أن تعدت الحالات الوفاة 7 حالات، فكونها متعارف عالميا أن إطلاق حالات الإنذار أو حالات الترصد أو الحالات الطوارئ بعد 7 حالات، فكان المفترض بها الاستجابة القصوى بالتنسيق مع وزارة الصحة. حاليا ليس هناك غير جهد مشترك واحد بين وزارة الصحة والمؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في المجال الصحي، هو مركز العزل كما قلت لك الموجود الآن في المستشفى الجمهوري التعليمي. لم نلاحظ أي ملصقات أو منشورات أو تقاويم توعوية توعي بهذا المرض، أو على الأقل توضح أنه من طرق الوقاية من هذا الوباء الالتزام بالآداب العامة، النظافة الشخصية، نظافة وغسل اليدين طوال اليوم، وتعليم الأطفال في المنزل وخارج المنزل وفي المدرسة بهذه الطريقة. إذا أصبت بنزلة برد وحمى مرتفعة يفضل البقاء في البيت وعدم الذهاب للعمل وعدم الاختلاط بالناس، يفضل كوننا نعيش في وفاء، المصافحة بالأيدي وتجنب الأحضان والقبلات خاصة مع الشخص المصاب. يفضل أيضا التعرف على الحالات وإسعافها في الوقت المناسب إلى المراكز المخصصة لذلك. بشكل عام يفضل أن جميع منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية أن يكون لها دور كبير في مثل هذه الاستجابة الطارئة لمثل هذا الوباء. شكرا لك دكتور وليد الثجيري، الطبيب المختص في الترصد الوبائي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من صنعاء. نرحب الآن مشاهدينا الكرام بمن ينضم لنا من تعز أيضا عبر الأقمار الصناعية، رئيس منظمة وطنية للتنمية الصحية دكتور السيد وليد الوتيري. أهلا بك سيد الوتيري. إذا ضعنا بداية في صورة الوضع فيما يخص الحميات في تعز. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييك وأحيي العاملين في قناة بلقيس ومشاهديكم الكرام. بالنسبة للوضع الصحي في تعز لا يختلف عن مثيله من محافظات الجمهورية، بل أنه محافظة تعز التي تعد من أكبر عدد سكان اليمن، يعني تعتبر الحالة الوضع الصحي فيها يعني متدهور يوما بعد يوم، وهناك الكثير من الأمراض التي انتشرت في الأيام الماضية، كان آخرها حمى الضنك والحميات الموسمية وفيروس غرب النيل الذي أعلنت عنه السلطات الصحية في محافظة تعز. هناك جهود تبذل لاحتواء الوضع، لكن
الوضع يبدو أنه في اليمن، على مستوى اليمن عموما، يخرج عن السيطرة نتيجة استمرار الحرب واستمرار الصراع، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من الأمراض التي تظهر. في آخر إحصائيات يعني عرضها إدارة الترصد الوبائي في محافظة تعز على سبيل المثال، هناك انتشار العديد من الأمراض، أهمها يعني على رأسها تأتي الإسهالات المائية الحادة، الكوليرا، حمى الضنك، أيضا الشلل الرخو الحاد والدفتيريا، وأيضا هناك حالات إصابة بالإنفلونزا يعني في عدد من مديريات محافظة تعز. أضف إلى ذلك إذا استمر الوضع في التدهور بهذه الطريقة، لا شك أن هناك العديد من الأمراض ستظهر نتيجة للوضع لعدة أسباب، أهمها تدهور الوضع الاقتصادي لدى الكثير من أبناء المجتمع اليمني، وهذا الأمر الذي ألقى بظلاله وأدى إلى سوء تغذية حاد لدى الكثير من أبناء المجتمع، وأدى إلى ضعف المناعة لديهم. أضف إلى ذلك أن الوضع النفسي المتدهور والذي يزداد يوما بعد يوم، الناس أرهقوا من هذه الحرب ومن هذه الأوضاع التي يعيشونها، وهذا ألقى أيضا بظلاله على الصحة النفسية أو الصحة العامة بشكل عام، وأصبح الكثير من أبناء المجتمع عرضة للكثير من الأمراض. نحن في اليمن أيضا الوضع القطاع الصحي، نحن كدولة فقيرة من دول العالم الثالث، الوضع الصحي متدهور من ما قبل الحرب، وأتت هذه الحرب وزادت الأمور أكثر سوءا، ويعني الوضع لا يطمن كثيرا، ولكن نحن نعول على جهود السلطات الصحية وعلى جهود المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وأيضا طيب في هذا السياق سيد الوتيري، ما هو الدور الذي تلعبه الأجهزة الرسمية لمواجهة هذه الأوبئة، هذه الحميات بشكل عام؟ والله يا أخي العزيز، السلطات الرسمية في محافظة تعز خصوصا تفتقر لأبسط المقومات، هناك نقص حاد في النفقات التشغيلية لمعظم المؤسسات الخدمية في محافظة تعز، وهذا أدى إلى أن هذه المؤسسات خصوصا المؤسسات الصحية والمؤسسات ذات العلاقة، المؤسسات المعززة للصحة، تتوقف عملها بشكل كبير. وأيضا بداية هذه الأحداث توقفت معظم المرافق الصحية وأيضا حركة النزوح، كل هذا وذاك أدى إلى أنه هذه السلطات لا تستطيع أن تتعامل مع هذه الأوضاع أو مع هذا الحال في ظل الإمكانيات الشحيحة التي تمتلكها، بل أن هناك بعض المؤسسات تفتقر لأبسط المقومات التي تجعلها تعمل بشكل جيد أو تقدم أبسط خدمة لأبناء المجتمع. وماذا عن المنظمات الدولية سيد الوتيري في سياق عملها الميداني هناك في تعز؟ بالنسبة للمنظمات الدولية، القطاع الصحي في اليمن منذ ما قبل الحرب يعتمد اعتماد كلي على الدعم والمساعدات التي يقدمها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف وغيرها من المنظمات، ولا يخفى على أحد أنه الإمكانيات أو المخصصات التي ترصد لقطاع الصحة في الميزانية لا تكاد تكون كافية لأن تقدم يعني خدمات راقية، ونحن نفتقر لمراكز تشخيصية، نفتقر لغرف عمليات تعمل على الترصد والتنبؤ وتعمل على الرصد والتدخل في الوقت المناسب.
نفتقر لمستشفيات متخصصة تعالج الأمراض الموسمية، تعالج الحميات، نفتقر لمراكز لأبحاث وتطوير وتأهيل وتدريب. هذا كله يعني المنظمات الدولية أعتقد في ظل أيضاً في ظل هذا الوضع لا تستطيع أن تقوم بكل شيء. عدد سكان الجمهورية اليمنية عدد كبير، والمساعدات التي يقدمونها الشركاء الدوليين لا تكاد أيضاً تكفي وتلبي احتياجات المواطن اليمني الذي تزداد احتياجاته كل يوم أكثر من ذي قبل. الاحتياجات أو المساعدات التي قد نقول أنها تكفي هذا اليوم غدا لا تكفي، لأنه ظهور أمراض من حين إلى آخر، أيضا ارتفاع في عدد الناس المصابين، هذا يجعل يعني التدخل في ظل هذه الأوضاع يعني شيء صعب للغاية، خصوصا أنه هذه الحرب أيضا أدت إلى إغلاق المطارات، إغلاق المواني، أصبح أيضا الشركاء الدوليين لا يستطيعوا أن يتدخلوا بالشكل المناسب وبالحجم المناسب وبالطريقة المناسبة في يعني التي تساهم في إنقاذ المصابين بشكل عاجل وبشكل سريع. هناك عديد من المعوقات التي جعلت طيب. العمل في عموم اليمن. دعني أنقل هذه النقاط إلى للغاية. سيد الوتيري، دعني أنقل هذه النقاط إلى سيد عادل أحمدي الصحفي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب بك سيد الأحمدي. بشكل عام، كيف تتابع انتشار إنفلونزا الخنازير في صنعاء أيضا مناطق أخرى من البلاد، وتعاطي السلطات في تلك المناطق، سواء سلطات الأمر الواقع في صنعاء أو الحوثيين أقصد، أو كذلك سلطات السلطة الشرعية في مناطق أخرى؟ أولا السلام عليكم. للأسف لم ألحق من اللقاء، أو بالأصح لم أسمع إلا كلمتك عندما قلت سوف أنقل هذه النقاط، ولم أسمع ما هي النقاط، ولا حديث الأخ الوكيل، ولا أعرف حاليا من هو الوكيل الذي في الاستوديو. تحياتي لكم جميعا. عموما ما أريد أن أقوله أولا أن هم اولا اكبر وباء واكبر جائحه يعني اصيب بها الشعب اليمني، هم باساسهم هم الوباء الحقيقي الذي عندما ياتي على مدى التاريخ تاتي معهم جميع الاوبئه من قمل وجراد وضفادع وما الى ذلك. هذا الوباء يعني عرفناه على مدى التاريخ انه الوباء الرئيسي، انه الطاعون الذي يصيب السرطان اليمني يصيبه بالهزال ويصيبه بالمرض. لهذا عرف عن الامامه بانها ثالث الفقر والجهل والمرض. هذا الأمر الأول. أما الأمر الآخر فنحن أقول أن الأمراض هذه لو لم تأتي بسبب الحوثيين وتجويعهم وإهمالهم لاخترعوه اختراعا، ولا يستبعد ذلك، لأنهم يريدون أن يقولوا أن الحرب تصاحبها معاناة إنسانية كبيرة جدا، فلهذا هم يحرصون على مثل هذه الأمراض، يحرصون على وجودها، حتى يقولون ان يعني يناشد المجتمع الدولي ايقاف الحرب والتحالف يسبب لنا مثل هذه الامراض وما الى ذلك، وكذلك ليستجلبوا المساعدات الانسانيه الدوائيه اليهم خاصه والى مناطقهم بشكل خاص. فهم غير حريصين على انهاء المرض على الاطلاق، بل لو استطاعوا ان يخترعوه وهم لاخترعوه. وليس بعيدا يعني ان تاتي جميع الاوبئه وباصنافها الى مناطقنا منذ ان جاء الوباء الاخضر المتوسط في الامامه وملحقاتها. طيب في هذا السياق سيد الاحمد، يعني لو كان الامر كذلك، لماذا يعني يقول ناطق الحوثيين ان هناك مبالغه وتهويل في الامر، وان الواقع لا يتعدى 5% من الارقام المنشوره فيما يتعلق بحالات الاصابه او الوفيات؟ فعلا انا اعتقد ان المره هذه كبرت المساله عليهم، يعني لانه الضحايا المجتمعيين اصبحوا اكثر، يعني الميدان يعني اصبح اكثر من حاجتهم على 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 اطلاق النداء الانساني ان هناك معاناه انسانيه. يعني ربما قصدك ان ما قاله الناطق الحوثي انه ربما يتعارض مع ما احلل به، لا بالعكس، هذه المره الجائحه صارت اكثر مما يريدون، هذا هو السبب الوحيد يعني.
تفضل بالبقاء معي سيد الأحمدي. أعود إليك سيد لوتيري. بالنسبة لي يعني ما تعاني صنعاء حاليا من انتشار الانفلونزا الموسمية وكذا الأنواع الأخرى، كيف تتابع الوضع هناك باعتبارك يعني في نهاية المطاف يعني منظمة مدنية معنية بالمجال الصحي؟ والله أنا أولا أعيب على السياسيين أن يحشروا الوضع الإنساني في السياسة، لأنه فعلا ما يحدث في اليمن هو بحد ذاته كارثة إنسانية أنتجتها هذه الحرب. كان المسؤول عنها أيا كان المجتمع اليمني يعيش حالة إنسانية يعني تعتبر من أسوأ الحالات الموجودة داخل الكرة الأرضية. هناك حالة فقر وحالة مرض وحالات يعني عدم استقرار، هذا كله جعل الوضع الصحي متدهور إلى أبعد حد. يعني الإحصائيات، أنا باعتقادي إنه الإحصائيات التي يتم نشرها لا تعتبر هي الإحصائيات الصحيحة، لأنه الإحصائيات هذه تبعث أو تسجل في المراكز الصحية وفي المرافق الصحية، وكثير من أبناء المجتمع اليمني الآن تحت خط الفقر، بل وصلوا إلى مرحلة لا يستطيع الشخص الواحد أن يوفر يعني متطلبات الحياة العيش لأولاده، ولذلك لا يستطيع أن يصل إلى المستشفى ولا يستطيع أن يتلقى الخدمات الصحية. أضف إلى ذلك إنه الخدمات الصحية الحكومية أصبحت متدهورة بشكل كبير نتيجة إنه لا توجد ميزانية حقيقية، لا يوجد دعم كافي، لا يوجد نفقات تشغيلية كافية. نحن هنا على سبيل المثال، وأنا أعني أتوجه بكلامي الأخ عادل الأحمدي، نحن هنا في محافظة تعز 4 مستشفيات كبيرة تفتقر إلى أبسط المقومات لتقديم خدمات صحية مناسبة للمواطنين أو لاستقبال الحالات اللا محدودة من الأمراض المتعددة التي تنتشر من يوم إلى آخر. الوضع الإنساني أصبح مزري، أصبح كارثي، بعيدا عن السياسة، بعيدا عن التوصيف السياسي، نحن نعيش كارثة حقيقية. إذا لم نتدارك جميعا مدى هذه الكارثة الصحية التي تعصف بالمجتمع اليمني، فنحن قادمين على هاوية. أعود إليك سيد الأحمدي. في سياق الحديث عن دور المنظمات قبل قليل، يتحدث السيد الوتيري على أن هناك نوع من الحظر للوصول إلى داخل المناطق التي يعني هي باحتياج كبير لعلاج هذه الحالات ولتقديم الدعم هناك، لكن أيضا هناك اتهامات فيما يتعلق بأن الكثير يقولون أن الميليشيات المسيطرة في تلك المناطق تقوم بنهب المساعدات، تقوم بعرقلة المساعدات إلا في تسييرها لمصلحتها. أنت كيف تقيم الوضع فيما يخص هذه النقطة؟ طبعا أعتقد أن زميلي المتحدث أدرى بشأن المنظمات وما إلى ذلك، رغم أننا لدي بعض الاهتمام بهذا الجانب، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي. عموما ما أعتقد طبعا أنه يعني الحوثيين حريصين على وجود المنظمات، لكنهم حريصين في نفس الوقت على نهب المساعدات التي تأتي من تلك المنظمات، وهذا ما تصرح به يعني حتى بعض المسؤولين الإغاثيين الدوليين يعني قبل مدة، وهم يتحدثون عن هذا الكلام على أنه أكثر من 50% تذهب إلى الجبهات وإلى المجهود الحربي العسكري الحوثي يعني المساعدات الدولية. عموما اعتقد ان المشكله ليست في وصول المساعدات الى او وصول المنظمات الى الاماكن التي هي المرض فيها، لكن هي من التاكد المشكله تتمثل في مساله انه هل تصل المساعدات الى مستحقيها ام ان الحوثيين يسيطرون عليها ويجيرونها لصالحهم. طبعا هناك نوع معين من العلاجات داخل صنعاء وداخل مناطق سيطرة الحوثيين، معروف أن هذا النوع يعني أنواع معينة في العلاجات، يعني الدليل على أنهم ينهبون المساعدات الدوائية أنك تجدها في الصيدليات بأسعار بسيطة جدا،
وكأن اليمن لا يعيش أزمة، والسبب في ذلك أن المساعدات تتحول إلى عمل تجاري داخل الصيدليات. شكرا لك سيد عادل الأحمدي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك سيد الوتيري، في سياق الحديث عن الوضع العام الآن، كيف يمكن تدارك الأمر بأفضل شكل ممكن برأيك؟ أولا وقبل كل شيء، نحن نعول على أبناء المجتمع، أبناء المجتمع، ومن على منبر قناة بلقيس أنا أناشد آبائي وإخواني من أبناء المجتمع اليمني أن يكونوا يدا واحدة للتعاون مع السلطات المحلية، والتعاون مع أي جهة تقدم لهم المساعدة. أيضا هناك دور للمجتمع، يجب أن يلتزموا بالسلوكيات الصحيحة التي تقيهم من معظم الأمراض. معظم الأمراض طرق الوقاية منها سهلة وفي متناول أيدينا جميعا. إذا التزمنا نحن كأبناء مجتمع ونشرنا هذا الوعي الصحي لدى أبناء المجتمع ليكون سلوك نمارسه بشكل يومي، فإننا نستطيع أن نواجه هذه الأمراض ونتغلب عليها. الشيء الآخر، أنا يعني أتوجه بمناشدة للمنظمات الدولية وللمجتمع الدولي بشكل عام. المجتمع اليمن تعيش أسوأ حالة إنسانية عرفها التاريخ. كثير من المنظمات الدولية صرحت بأنه اليمن أصبحت أسوأ مكان للعيش على وجه الأرض. نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتكثيف جهودها لإنقاذ هذا المجتمع، لإنقاذ أبناء المجتمع اليمني الذي عانى الويلات لسنوات. وأهم شيء والحل الأمثل لهذه المشاكل التي تعصف بأبناء المجتمع اليمني هو أن تقف هذه الحرب التي العبثية التي استمرت منذ سنوات، والتي قلبت لنا كل هذه الكوارث وجعلت الوضع الاقتصادي والصحي والوضع البيئي، كل الأوضاع أصبحت يعني كارثية بسبب استمرار هذه الحرب التي لا ناقة للشعب اليمني فيها ولا جمل. يعني هذا أولا. ونحن نشد على أيدي زملائنا في الجهات في المؤسسات الصحية بأننا معهم وسنكون عونا لهم كمنظمات مجتمع مدني وكإن شاء الله أبناء المجتمع بشكل عام، وسنعمل جميعا يدا واحدة لأن نتغلب على هذه الأمراض والكوارث. ونحن ونلمس أيضا جهود حثيثة يبذلها العديد من الجهات، خصوصا زملائنا في مكتب الصحة في مكاتب الصحة والسكان، وأيضا في وزارة الصحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفق الجميع لما فيه خير هذا المجتمع المظلوم الذي عانى الويلات ويعاني منذ سنوات، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعني. والأهم أن يتجنب الوضع الإنساني، أن يجنب من الوضع السياسي، يعني إحشار أو انحشار الوضع الإنساني بالوضع السياسي شيء مؤسف جدا، لأنه الأرقام التي تظهر ليست أرقام يعني حقيقية، بل ما خفي كان أعظم. فالكثير من أبناء المجتمع اليمني كما ذكرت سابقا لا يستطيعون الوصول إلى مقدمي الخدمات، ولذلك لا يعني يموت الكثيرين داخل منازلهم دون أن يستطيعوا الحصول على أدنى خدمة. قد يكون ذلك لعدة أسباب، منها انعدام الأمن أو وجود هؤلاء الناس في مناطق يعني تماس ومناطق صراع، أيضا عدم توفر الخدمات الصحية في بعض الأماكن نتيجة انعدام الإمكانيات. هموم كثيرة إذا تحدثنا عن الوضع الصحي. شكرا. الوضع الصحي ذو شجون ومؤلم للغاية، ولكننا نشد أيدينا على أيدي المجتمع وأيدي الجهات التي تقدم هذه الخدمات الصحية لأبناء المجتمع، ونشد أيدينا أيضا ونناشد المنظمات الدولية والجهات الدولية على أن تكون عون للمجتمع اليمني للخروج من هذه الأزمة. شكرا لك رئيس منظمة الوطنية للتنمية الصحية سيد وليد الوتيري، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز.
الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة، هذه تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.